الله الأحبة حيثما حلوا لهم في القلب مرتحل وحلوا خيول الشوق مسرجة إليه تبارت حيثما هلوا وحلوا. أيها الحضور الكريم أعضاء مكاتب الجمعية جمعية 845 كل باسمه كل بمقامه ضيوفنا الكرام حللتم أهلا ونزلتم سهلا مرحبا بكم جميعا سلام الله عليكم صباح الخير جميعا. يتجدد الموعد مع جمعية 8 ماي 1945 في هذا اليوم المميز 24 فبراير من سنة 2024 في هذا الشهر المميز أيضا المرتبط بذكرى اليوم الوطني للشهيد الشهيد الذي ضحى بروحه الطاهرة ودمائه الزكية كي يحيا هذا الوطن المفدى وتسترد كرامة الأجيال وتحطم القيود التي ظلت محكمة لقرن ونصف الشهيد الذي رفع تحدي البقاء لأمة لها ما يميزها ويبقيها شامخة بين الأمم. إذن يتجدد اللقاء بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للجمعية الجمعية العامة الانتخابية للجمعية وأول ما نستهل به هذا المؤتمر آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحق بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن صدق الله العظيم. ندعو الجميع الوقوف لاستماع السلام الوطني.
كانت لنا صعوبات كثيرة يعني كنا وتسمح لنا الجمعية يعني بصفة عامة على خطرش عدينا أكثر من عامين وهذاك الداء هذاك تاع الكوفيد اللي كان ممنوع بتاتا بجميع المجتمع المدني يعني يتحرك كانت ممنوعة يعني ما كانش يعني في استطاعتنا لا نقدروا نديروا النشاطات رغم اللي كان عندنا برنامج واسع وداري يعني عن بعد ولكن طلاقا ولكن من بعد 2021 بدينا نتحركوا من بعد 2021 بدينا نتحركوا وهذوك يطرا التقرير الادبي راه موجود بالتفاصيل وبالداتاشوب اللي يحب يعني يطلع عليه رغم هذا يعني الظروف هذيك رغم الجمعية كانت يعني في المستوى في بعض من الولايات مش في كل الولايات ولكن في بعض من الولايات كانوا نشاطات يعني علمية تعلموا باللي جمعية تمنين ما عندهاش يعني نشاطات العشوائية هذه كلها نرانا عندنا الطرح العلمي الأكاديمي في الجميع معلومات مثلاً الشريطة الثورية الطباعات المجلات يعني حتى صفينا وين حصلنا على فيلم مطول يعني فيلم لونج متراج وين صرنا نهائيين بين الماضي
قبل يعني الحركة الوطنية، وصلنا نهائيين وبينا للشعب الجزائري باللي الحوار مع فرنسا سياسيا نقاش. فرنسا لازم لها خطة أخرى باش تقدر تسمع لك أو تسرجك. ولهذا 8 مايو المسيرة تاع 8 مايو كانت هي الشعلة الأولى اللي جعلت بالمسيرة تاع 8 مايو للوطنيين تاعنا الأحرار بداوا يخطوا للثورة الجزائرية، يعني انفجار الثورة الجزائرية. والحمد لله في أول نوفمبر من 1945 حتى 1 نوفمبر 1954 كانت محطات، ولكن محطات تهيئة يعني بريباراسيون تاع ليكسبلوزيون دو لاغير ليبراسيون. احنا ما نشتيوش نقولوا لاغير ليبراسيون، نقولوا ثورة التحرير، لأن الثورة عندها أخلاقياتها، عندها أخلاقيات إنسانية، عندها أخلاقيات اجتماعية، عندها أخلاقيات ماهيش كيما لاغير سوفاج هيك تاع قتل الناس ودير الثورة عندها أخلاقيات إنسانية، وكانت موجودة في صفوف جيش التحرير، جيش التحرير، وكانت منظمة في جميع المحطات، في جميع البلديات، في جميع القرى والمداشر والمدن. الحمد لله من بعد 7 سنين ونص طلعنا هذه هي. اليوم الجمعية تاعنا راهي في السابق كنا نظلوا ونحيوا الذكرى تاع مسيرة 8 مايو ومسيرة 8 مايو 45، كنا نحيوها في إطار الحزب الواحد. ولكن لما جات التسعينات أصدر قانون بلي لنا الحق كجمعية كشريحة من شرائح الثوار الجزائريين والمناضلين، أنجزنا هذا، أسسنا هذا الجمعية في التسعينات بقيادة المجاهد يعني رحمه الله بشير بوماسة. من ثم هو يعني خططنا وربونا المجاهدين الكبار، تربينا على يديهم ومشينا باللي العمل تاعنا هو البحث والدفاع للذاكرة، البحث عن الحقيقة. وبدينا نمشيو، بدينا بلي سيمينار، في سيمينار بدينا بلي كولوك، بدينا بأشرطة ثورية، بدينا بلي كونفيرونس، بدينا. وهذا باتصال يعني المتين مع الجامعات، مع المؤسسات المختصة في بحث عن التاريخ. طبعا المجلات، طبعا رانا في الطبعة الثالثة والحمد لله المجلة اللي قدامكم واللي أول مرة يعني عربناها وعنا إنجازات كثيرة. ما تنسوش باللي الإنجازات الكبيرة وهو تسجيل مرصد وطني ل 845، وهذا المرصد هذا راه يعتبر كجامعة تاريخية وتسخر للطلبة والباحثين والمؤرخين وجميع المؤسسات التي تهتم قانونيا بالذاكرة وبحث على الذاكرة. احنا ما عندناش مشكل مع فرنسا تاع اليوم، ما عندناش مشكل معها. احنا رانا في المسيرة تاعنا لأن احنا كنا مستعمرين من طرف فرنسا، كانت هي الدولة اللي راكبة في الجزائر، وكانت روا ديبارتمون يعني كونستانتين ألجي أورون، وهذا لي ديبارتمون هذا الولايات في التقسيم تاع جينيرال دوبور كان ضمن النظام الفرنساوي. النظام الفرنساوي والمؤسسات الدولة الفرنسية كانت المفروض عليها تحمي المواطن الجزائري وتحمي الممتلكات تاعو. تعرفوا بالاستعمار المدمر الجزائري والاستعمار المدمر الفرنسي في الجزائر واش استفاد منها يعني.
اسفا من فنا بالنبي عبد القادر حتى للطور والتحرير اكثر من 90 شهيد، يعني كبار المؤرخين، كبار المؤرخين ترى نصوا عليها. يعني أنا أشكر يعني السيد الرئيس لأن عاوننا كثير وإعادة الاعتبار لهذه الذاكرة اللي كانت منسية يعني، وإحنا نسميوها التم المنسي بعد 78 سنة من هذا الكريتة، هذا المجزرة، هذا الجريمة ضد الإنسانيين اللي قبلها الاستعمار المدمر، هذه راهي باقية بدون اعتراف. فرنسا مازالت ما اعترفتش بها، واحدة واثنين، الشعب اللي مات عنده حق في التعويض، الليمونة ما عوضت حتى واحد. ورغم اللي يعني في البشرية العامة اللي يموت في الانسوندي يعني في الحرائق تاع الغابات تاع اللي يموت بالغاز، يموت بالاكسيدون، يموت في الطيارة، يموت في عوشة نتيجة عوشة، كلهم لهم الحق في الدية، في الدية يعني الاندمنيزاسيون. يعني للأسف يعني للأسف فرنسا لم تعوض الشعب الجزائري رغم اللي كانت مسؤولة عليه، لأن في هذاك الوقت ما كناش عازلين السلاح، ما كناش عازلين السلاح، كان عندها مبرر. والجريمة اللي ثبتت من طرف المؤرخين الوطنيين الجزائريين أو المؤرخين الفرنساويين ثبتت باللي هذه الجريمة راهي جريمة ضد الإنسانية، لو كريم كونتر لومانيتي كي قبل، ما بقاش في حديث. وحتى الفرنساويين يعني أكثرهم معترفين بها، لكن لا سمحني الرئيس ينقل عارف ايش الكتاب اللي تنسين كاين ما التعويض اللي رانا نطالبوا فيه ماهوش نحوسوا على التعويض، لان اللي ذوي الحقوق راحوا، الدولة ما عندهاش يعني في البداية كان عندها مبرر، 60 سنة بعد ما عندهاش مبرر. لابد من ضحايا 845 يعتبروهم بمرسوم كشهيد، وهذا المشروع هذا احنا جكية 845 شاركنا في عدة اجتماعات في البرلمان، وشاركنا في عدة اجتماعات مع وزارة المجاهدين، ولكن يعني للأسف رغم اللي قبلوها وكلش القانون مازال ما تسميش. هذه هي يعني سمعنا، ديروا في بالكم مليح يا إخوان، ديروا في بالكم مليح باللي التعويض اللي رانا نطالبوا فيه راه موش تعويض تاع اليورو ولا التعويض تاع الدولار، رانا نطالبوا في التعويض اللي هو إذا كان فرنسا اعترفت وحبت تكون علاقات يعني بين الشعوب وبين الشعبين وبين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية تكون علاقات امتيازية، فعليها أن تعترف بمسؤوليتها في الجرائم ضد الإنسانية اللي قامت بها في تاريخها في الجزائر من 1830 حتى 1865. سامحني الله يكرمك فقط، رانا التعويض اللي رانا نطلبوا فيه رانا ماذا بنا يكون علاقات امتيازيه بيننا وبين فرنسا في الميدان النووي، لان راه جتنا في جنوبنا والتفجيرات النوويه احنا درناها لها ملف، ورانا دزيناها للحكومه وملف تاع التفجيرات النوويه بالذات والاثار تاعها على الانسان الحيوان على الطبيعة. فرنسا يعني عندها مدارس، وما نطولش يعني هذه الجماعة مكفرة عليا بزاف،
لكن ملي ونحكي عن جرائم راهي ما كانتش. احنا على كل حال نشكركم بزاف وسامحونا على كل حال ربما فيها ربما يعني كاش ما تعبنا من الناس اللي جاونا من بعيد ونشكروا يعني الناس اللي راهم حاضرين انا ما عنديش الاسماء تاعهم ونشكروا رئيس الجمهوريه اللي راها بين لنا يعني واحنا ذكرناها في المجله اللي قدر يعني استطاعوا مع الجيش الوطني الشعبي السري الجيش التحرير اللي قدروا يجيبوا يعني المسجونين تاع القيادات تاع المقاومه الشعبيه والانتفاضات الشعبيه اللي ما قبل ثوره التحرير واللي ما قبل 1845 وهو استرجاع الجناجم. هذه يعني محطة كبيرة مكتوبة على رئيس الجمهورية وعلى الجيش الوطني الشعبي السري الجيش التحرير. كما نشكروه ثاني المبادرة وعلى المرسوم اللي داروا استرجاع السيادة الوطنية في لي كوبلي تاع الرشيد الوطني تاع هي فرنسا قد مروا لأن كانوا قبل يعني ربي يهديهم سحبوها بدون قانون. كذلك يعني نشكروا رئيس الجمهورية على المرسوم اللي داروا وهذا طلب من الجمعية وطلب من الأسرة الثورية على رأسهم المنظمة الوطنية للمجاهدين وهو رياليزاسيون دون شان ناسيونال وشان متاع الذاكرة. هذه سي تري امبورتون يعني الوعي والشبيبة تاعنا يعني يعرفوا التاريخ ديالهم يعرفوا بلي الاستقلال ما جاش يعني بسهولة كما البعض والأكثر راهم يرموا فيها راهي. أنا كان أبو القاسم سعد الله ربي يرحمه كاين محفوظ قداش وكاين يحيى بعزيز وكانوا باقي يعني المؤرخين الجزائريين دائما يوصلونا يقولوا لنا بلي الجزائر راهي استقامت لنا 9 ملايين شهيد سيبا يعني حاجه سهله. واخيرا نشكر رجام هذيك واحد من المنتجين تاع المنظمه تاع المجاهدين وهو ممثل تاع الولايه السابعه في فرنسا الاخ مبطر جزاك الله خير. واخيرا يعني نشكره في اللاهي عيسى تاع التجار لا تنساوش بلي اللاهي عيسى عاشور جزاه الله خير. ما تنساوش بلي كاينه نقطه غير يعني هي عندنا مشروع والمشروع تاعنا هو قدرت في الجمعيه تاعنا كيما نتفطر الطريقه العلميه. المسيره عرفناها واش صرا فينا عرفناها و يعني ندوناها كتبناها ورايح لكم في المجله العشر محاور اللي هي نص المسار 1845 وعلى واش دارت فرنسا اثناء احتلالها في الجزائر. احنا المشروع تاعنا وهو حان الوقت مادام 78 سنه فرنسا ما اعترفتش احنا رايحين يعني طريقه اخرى كما قالوا سلفنا السياسه ما بقتش مع فرنسا فنستعملوا نبحثوا على طريقه اخرى وروحنا حتى تفجير انفجار الثوره التحرير. احنا اليوم باه تعترف فرنسا عندنا في الطرق الطريقه الاولى يا يعني ترى كما راهم الناس يلوموا فينا بزاف على مستوى الوطني الشعب الواسع لماذا مش كيتوش بفرنسا امام لو سي بي هذا يعني لا كور بينال انترناسيونال اللي هي نقدروا نتبعوا بها فرنسا. لكن هي للاسف هذه الشعب ما على بالوش بها
احنا والاخوه الدوله تاعنا اللي باس سيمياتير بيش مسنيا لو تريتي دو روم. لو تريتي دو روم هذا هو اللي نابع منه لا كور بينال انترناسيونال، معناه اللي مش منخرط معاهم، ما عندوش حق ما يكون به يشكي. كاين طريقه اخرى اللي هما اقترحونا وصلنا واحد الهجنه واسعه تاع علماء في القانون الدولي، وهما اقترحونا به نديروا هجنه نعينوا ثلاثه ولا اربعه معنا فوقا من فرنسا ويروحوا نديبوزيو هذا الريكيزيتوار تاعنا بالعربيه العريضه القانونيه هذه نديبوزيوها الى كوميسيون دو بروكسل اي دروا دو روم نروحوا نفضحوا بفرنسا كيف عندهم الديمقراطيه اللي يزورون بها وعندهم الصحافه وعندهم الاعلام الكبير رغم ان هما الاعلام تاعهم قوي ولكن فيهم رجال اللي قادرين يفضحوها يعني من الصحفيين ومن الاعلام الاوروبي. كذلك عندنا طريقه اخرى اللي نقدروا ولحقنا بها وهذه من العمل تاع اللجنه تاع الاساتذه في القانون الدولي اللي اقترحوها وهي لنا الحق بلي نروحو نديبوزيو بلان مش في السي بي مش تاع لا هاي نديبوزيوها في لا كور سوبرام دو باري تاع العداله نديبوزيوها اون بلان اوفيسيال اذا احنا كنا وهذه مش موجوده في لي سافور ليبيان نقدروا قال لك نقدروا نقولوا باللي كنا تحت السلطه تاع فرنسا محتلين من طرف فرنسا وكنا شعب فيزيبل يعني ما كناش مواسين ثوره مسلحه ولهذا يبدا القانون نبهدلوا في فرنسا في لاهور انستون جوديسيير تاعها ابار ديبوزيو بلان افوكا كاين زوج مناضلين كاينين يروحوا بالفيزا ولكن يروحوا في السكر خاطر التليفون يروحوا اعلانيين ما يخليهمش يلعبوا تما ولكن يروحوا ويديبوزيو بلان الا لحقنا لهذا لابلان راه الاعلام الفرنسي راه ينوض وراه يفضحها وراه تتفضح ورانا نفضحها بهالطريقه لكن هذه الطريقه هذه لازمنا يعني لازم الدولة تاعنا تشجعنا عليها ولكن ما تشجعناش عليها رسميا احنا كمجتمع مدني نهضرو كيما راهم يهضرو هما كيما راه المجتمع الاكستريم دروات تاعهم وهاذيك يضلو يسبوك الدولة تاعنا هذا مجتمع مدني كمجتمع نروحو نفتحو باب للدولة تاعنا وحنا يا اخواني نهائيا اللي نقولوها لكم في جمعية 845 احنا رانا مع الدولة تاعنا ظلم ولا مظلوم الدولة اللي مات عليها الدولة اللي ماتوا عليها 9 ملايين جزائري هذا الدولة ما خليوهاش تغبن اما اللي عاينوا يدير السياسة والسلطات عنده مشاكل مع السلطات هذه قضية صندوق أما الدولة والمؤسسة تاع الجيش الوطني الشعبي سليم جيش التحرير الوطن اللي رانا بالفضل تاعهم اللي رانا نتمتعوا بالسلم والأمن والاستقرار هذا سي تريز امبورتون والوحدة الوطنية آخر مطاف نشكركم إن شاء الله والسلام عليكم. أولا أول شيء نشكر سي فارس على الدعوة وأنا جيت باش يمكن تفصل سي عبد الحميد ما خلي لي حتى ربا نكلمك ولكن النظام
هذه الجمعية جمعية من المال جاب نتيجة، ولن يوم 8 ماي أصبح يوم الذاكرة الوطني، هذه نتيجة فضل النضال كرجال. ثانيا أصبحت موجودة في الجزائر محطة تلفزيونية تاع الذاكرة، هذه يعني إنجاز كبير ونتيجة كبيرة تاع النضال. أنا نتمنى وذوق كنت تهضر مع الجماعة الله يبارك، التركيب تاع الجمعية الله يبارك كان يعطي خير أساتذة الله يبارك جميعين وكل شيء. وصية قالها سعد الحميد، نتمنى جمعية، نتمنى أصحاب القانون الصحافة كلها تناضل للحاجة، هي نوصل فرنسا الدولة الفرنسية إلا تستعرف بالجرائم اللي دارت لها في الجزائر وتطلب السماح. المال والله عليك ما تحقوها، تعرف الاستعمار ذاته هي جريمة ضد الإنسانية. واليوم الوقت راه مناسب باش نوصلوا لهذه النتيجة بحول الله. على كل حال ما نطولش عليكم، شافوني وربنا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب العالمين، وأحفظكم جميع الجديد، وربي يتمتع بكم وبارك فيكم. انتم اللي ذكركم هذه المشاكل، لا تاع الماي ولا تاع 54، هما يعني تاع 54 هذه 45 45 صح، كانت المجال وفرنسا ما خلات ما تدير فينا، سيرتو اللي نهضر بالجهر شويه خاطر شنو نعمل السنين ما كانش. وهذه من الربعه تاع خرمسان هزها الشعب الجزائري، طلعها لفرنسا ودارها في 53 53 لو 14 جوي كانوا في هذيك النهار دايرين هما الاحتفال تاعهم تاع فرنسا، وكان فيها مصطفى بن بوعيد وبيجيش مراد وبوذياف ربي يرحمهم. هذاك الوقت كان عندي 29 سنة، باش نعطيكم في هذيك العشوة داروا المسيرة كيما داروا الويماي 45 داروها في باري، وماتوا واش يقولوا الفرنساويين، يقولوا كنا 6 جزائريين وقاول. ومن هذيك الساعة نقول لكم يعني سمحوا لي قلت هذا عنده تاريخ، هذا بحر ما يشوفش، كون حتى نكتبوا ما يشوفش. من هذيك الساعة كانت فيديرة فرنسا في هذاك الوقت كانوا يحضروا للثورة باش نديروها، بوذياف ومصطفى بن بولعيد وبسم ديجوش مراد جاو كل ساعة جاو للجزائر. من هذيك تبقاو الجزائريين في فرنسا المهاجرين باقيين يستناو يقولوا واش من نهار نديروا الحرب مع فرنسا. كي جابوا ذي ديجوش مراد جاو لهنا قال لهم حنايا داروا جماعة كيما ربي يبارك كيما راكم انتم هكذا، قال لهم حنا نروحوا للجزائر وبحول الله نديروا الثورة ضد فرنسا. كانوا هكذا الجماعة السميتية اللي راهم مهاجرين كانوا يستناو واش من نهار نديروا الثورة. ولحقت كي لحقت الثورة تاع 54 واش يقولوا لهم، باش يكونوا الناس يعني اللي حضروا ولا ما حضروش يسمعوا التاريخ على كل حاجة. في هذيك الساعة قالوا ورا
حنايا فيكم مصيبكم، ماكم مصيبش نضربوا. قال لهم ما تديروش في البريمو نوفمبر، البريمو نوفمبر نديروه هنايا في الجزائر، ومن بعد البريمو نوفمبر راه جاي نهارو. وما هي جاي نهارو؟ قال لهم احنا باش نلموا الذخيره، نلموا الاموال ونلموا كلش، باش حنايا الجيش تاعنا ما يخصو والو، لازم باش نقابلوا فرنسا باللباس بالسلاح وكلش. وصح كانت منها ما صاروا شكل هذاك. ولينا عبد رمضان ربي يرحمه هو اللي قرر، قال لهم يتحق دينه مكتب بغير ما يكون في فرنسا، يكون في بلجيك، يكون في الطليان، في اسبانيا ولا في المانيا، خيرهما يديروه في المانيا، وداروه في المانيا، وبقات الحاله تمشي كما ينبغي الحال. البريمو نوفمبر حنا وقت البناه خليناه ب 58 58 اوز، كان فرحات عباس ربي يرحمه ناقشوا ديغول، قال له يا ديغول اذا كان راكز تضرب بالطيارات في الجزائر والاشارات انا قادر نضربك ندير لك حرب هنا في خلف فرنسا في باريس. ولا راح الكي هذيك الفنسنت اوت 58 لليل كانت عمليات في كل بلاصه، ما كانش كوميسار اللي ما قالتوهاش، كانت 248 عمليه في ليله واحده. فرنسا دات منا 80,000 ما بين الحركه والعسكر، قلبتهم لفرنسا باش يعسوا، عياو الحركه في باريس يدوروا. وقرا سجلت اليهم والسلام عليكم. فيه أربعة من ضحايا حوالي 8 مايو 1945 ارتأت الجمعية أن تكرمهم في هذه المناسبة. أولا يكرم المجاهد بسعود جريدي وينوب عنه ابنه محمد، يسلم له التكريم عمي عبد الحميد سلاخجي رفقة عمي أبو بكر عيسى. إذا تفضل بتكريم ابن سي سعود جريدي عمي عبد الحميد. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا، قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا، وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك من أجلك الأمجاد تحيينا، نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا، فجرنا الثورة من أزل، سجل يا دهر معالينا، والنصر الأكبر كان لنا مجدا من صنع أجلك يا من أجلك يا يا وطني. جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بداجينا، قال في البدء كرم
هذا سي قرناس عام من الكارون سانك السيكون سانك عشر سنوات من 45 ل 45 بعد خرج ولا مسبب وكيف حكموه هو كيف حكموه كاين بيها هو مجدين بيه الدم في لامبيس هو كان حاكم تحكيم ومدار يوم واليوم مش تقول الجمعية كي تفكراتو يعني تفكر ان شاء الله تفكر من فرنسا صحيح محتاج الجمعية ان شاء الله تفكر من فرنسا يعني وضينا وفوت البرد يا قصر كانوا بكون داني يا بار وربي كوة الخير وخلاص جاهد عليك سعيد بحية 145 خرطة ايه الله يبارك وش يقول لك هذا سيدي وش يقول لك بابا شاهد ميامل من مواليد هو من 30 من 11 وشارك في 45 في خرطة عنده 5 بوي ومو وجوج خالته وخته في 45 اثناء 5 هو نجي من هلاحو هو الجبل والله ما قلتوه كان مدرك ومازال على قيد الحياة قلت لي ها مازال على قيد الحياة ما لا سلمنا ليه يعني الله يبارك وانتم على الطريق تاعكم راكم ها عنده جوج خاوتو ثاني استشهد في الجبل ربي يرحمهم هذا العملية قامت بها الجمعية تكريم هذا وش رايك فيه؟ لا مبادرة مليحة يتذكروهم باش هما اللي راهم حيين. ايه. الشجاعة يعني كانوا ينتظروا حوايج كما التفاتة يعني. بارك الله فيك. ما شاء الله. جاد قريدي مسعود 17 سنة سجن بني عزيز 23 سنة سجن وما جو احكي لي عليه شكون هذا الله يرحمه ها عنده خوه خوه مجاهد في فرنسا كنت عنده على زوج تمه عنده خوه لقد في دائي في زير بس الله يرحمه ثاني وهذا شارك في حرق قصر نتاع فرنسا وبعدها حكموه فونداني موت اللي حكموه للاستقرار 17 سنة 17 سنة فونداني موت مبادرة يعني احنا تجور نتمناو كان اللي وكرم يكون على قيد الحياة يعني ربي يرحمه ويسعده بارك الله فيه الرحيم والله يشرف بحضور هذا المدعو هذه تاع جبهة 145 خاصة جات هنا في صديق يعني بعد ولات نفس اليوم الذاكرة يعني 145 هذا الحدث ولا هي من نقدرش نقولوا هي حدث وانما هي مجازر مجازر كانت ضد الإنسانية وجريمة شنعاء في حق الشعب الأعزل واللي ساهمت في الإسراع في تطوير الثورة الجزائرية المباركة يعني نشكر الحاضرين على المنظمين لهذا الملتقى والسلام عليكم بارك هناك وسيلة وطنية تاريخية تتفضل بها فرقة عن ليلة فلتتفضل مشكورة إنصات من فضلكم شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سبع كلمات من نشيد عهدنا عهد وفاء من مكتب ولاية غردايا لجمعية 8 ماي يقول نشيد عهدنا عهد وفاء عزمنا نشر السلام جمعنا رمز إخاء وصفاء ووئام
إن دعانا الحق كنا الأولى ننجز الوعد ونحيي الأمل نصدق القول نجيد الأمل نقتفي آثار أجداد الكرام. عهد وفاء عزمنا نشر السلام شمعنا رمز إخاء وصفاء ووئام إن دعانا الحق كنا الأولى ننجز الوعد ونحيي الأمل نصدق القول نجيد الأمل نختفي آثار أجداد الكرام عهدنا عهد وفاء عزمنا نشر السلام شمعنا رمز إخاء وصفاء ووئام صلي السلام على اشرف المرسلين فاطمه بن شيخ لانها هي باب المجاهدين هي الشرف العظيم العظيم ان احضر للجمعيه العامه لعلمي كارونسين وليد راسها صلاتي والامين البلدي فاز انا راني فرحانه وفخوره بالشي اللي راه يتقدم فيه الجمعيه مادام احنا ابناء مجاهدين لازم نقفوا في الصفوف والصفوف الاولى كما داروا موالينا نديروا احنا كثر نشمروا على ذراعينا ونخدموا للجزائر.